وحلقة جديدة غدا ان شاء الله في نفس التوقيت اللي نزلت لكم في هذا الفيديو. واحد الحلقة اللي واعرة بزاف البنات في واحد المحل خطير كاين في مراكش اللي داير سولد خطير. عندهم بزاف ديال الحويجات في صباطة سبرتيلات سيكال لي بودز وسلعة ديال على برا اللي تلبسيها يقدر يشوف كل واحد لابسها يعرفها بلي كاليتي وماشي سلعة المغرب ولا فينيسيون. يا سلام وبزاف المفاجآت دايرينهم لينا مالي المحل اللي فان ديالي متجر ليلى والله العظيم غيعجبوكم بزاف 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 والأثمنة مطيحين لأقصى درجة. كونوا غدا في الموعد باش ما تفوتكمش هاد الهميزة البنات وغتشكروني بزاف على هاد الصوت اللي جبت لكم. تابوناو في القناة إلى مازال ما أبونيينش وركوا على داك الجرس باش كنرمي غدا إن شاء الله لا فيديو اللي فيه جميع المعلومات على المحل وحتى نعتمصو وحتى الباب المحل يطلع لكم مع السبعة إن شاء الله. هنا نهاية التقديم ونتلاقاو في الحلقة ديال غدا إن شاء الله. السلام عليكم.